The Roof and Racing انطلق الشوط الرئيسي والختامي على كاس هاوس مي من مسافة الميل بمشاركة 10 من الجيادة المستوردة ثيربريد وبانطلاقة راديو كارولاين من تقود الشوط من البداية مع الفارس مارشالس جورس. المركز الثاني هنالك يتواجد المختار ستار مع الفارس تشارلز بريكنس. الأبرار يأتينا ثالثا بينما سان أوف نورماندي في المركز الرابع، غريغادل في المركز الرابع، بينما المركز الخامس هنالك ايضا يتواجد بارغاتوريو ومن ثم هالك وايضا ماستر بومبو. اذا نعود الى الصداره والمركز الاول حتى الان مع راديو كارولاين بشعار المحمديه بالكاب الاحمر. المركز الثاني المختار ستار مع تشارلز بريكنس. الابرار ياتينا ثالثا بينما سان اوف نورماندي في المركز الرابع، غريغادل في المركز الخامس من جانب السياج، ومن جانبه ايضا ياتينا ماستر بومبو، ومن ثم ياتينا هالك وواير تاب، ومن جانب السياج ايضا لدينا بارغاتوريو وبلو بوي في آخر الجياد. هنا الدخول في الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. هنا تغيرت الصدارة الآن لمصلحة واير تاب مع الفارس إبراهيم نادر، وهنالك أيضا محاولات من قبل المختار ستار مع تشارلز بريكنس. فعلنا أيها المتابعون الكرام من جانب السياج راديو كارولاين، ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة أيضا غريغادل من جانب السياج ومن وسط الجيال. هنالك ايضا بارغاتوري، لكن غريغادل في اول مشاركته في مملكه البحرين ينتزع صداره الشوط الثامن بكل سهوله واريحيه. اذا غريغادل هو بطل الشوط الختامي بشعار المحمديه. المركز الثاني بارغاتوري، المركز الثالث والرابع دخول ما بين سان اوف نورماندي وايضا الابرار.